وجنرالي عالمك او هذا الهاي دعادي سومالي كدعادي هانيكي حاسكي سوغوباي او حتى عالمك لو اركن ايا مانتا وحان هذا الهايان قالدي او وبسددو نو صدابعاي دي شالي ان كتاب ودنا مانتا كتاب وحان ودغنا نينكاس ديرتي صدو عقابت المروان سيده روح ايداي سنه دنبيله او هلي كرا سدح ابو كاتي هلك غبدي دبناها مرحومه اهيدنا او دودي كرا هل ابو كاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي الغالي وحذير الجيل عليكم عفمات خوب بلدين تام مقالك السنوة كود هودون تان وغورين بأبريد كين لسو عسبسكرايب سرسو كلو مقالك لأجري آدي يال يوم ستي مقالك السيقو عكو في ردونا عيبتين أي وحي قارتي أجانبتي حدهو مركا مالمي ورديج جري وركيز كان أهل دميو ورهدي أب عبد عسيس لول أبيد وديديو ورنيكها قساس تالقو أوفي وحادي در عيبتان مانت جورنالذي مريكنكا إي إنجريسكا فرنسا أذي أدانا بريق دحج جورنالذي أبحالوسو قرأيا وربحيكو سابسان نيكي حاسكي سيقوي وحالليا سوماليان مان نين سوماليا أو قوي حاسكي سه أو إلاي إمي كبحكمة دا سوماليا كتالو آنكو آنكي غاري انتا سعيب نغوفل مانت أدان قاسا واخرنا ورالد ياه نين ناتي سيقوي بقى أو قوان لي غارينا أدانا دردينا أنا قوى وسكو أغيني حد أجنبي غاري عبت على هستر والله وانح ديل مونت صوفيري صوفير ديل مونت تتسك يقارو يقارر صوفيريا وورجيس عالمي أهو معناها دون كده لقى آخر استوى ما أنت مركا سومالا دانا دت كإنا دوانو أي مجال نوكش ومركا لها كيس كي تعصب يا هالسو أفجر ونيك هديك وعده هلا توكتو هديك وعدين هلا داي سيا عبت متغنوس وقارن ما أنت جون هالذي عالم كده عدانك يا يابن عدانك يا بنا بحاي ما أنت كدي مركي كومنتياش يكو سو قرين نين لاكتش قبا عدالك كبانا بحاو ايه يابين مركي عالكيان إلين عالم كمدع نين لاكتش قباي او نولوش قباي نين لاكتش ديلواء داعد او نيكا سيد عالها دي لاكتش او كدير لها عبد اما توري مالا يابين انا وادع عجرت تاس وادع عجرت جاست ديل امبا داعد للا حتى سا ديل مدعيني قبنين دوشو بلايز ديلا داعد عالم كوا يابين يا مركي عدالك ما تاني نو بنا بحروان ليلي مونيتا مركا كو اركي والله وانا سومالي ما تعيب ما ردي مركا عيبنا مدينا عيبنا مدينا الله انا عيبين الله انا عيبين دولة سومالي مركا مروبا حكا عصدي عصي ودنبي وحاق دي لها ودولة دي دالك على كتاليو لول آبين مالو بأسو إلمينا مدى وكرنو نيكا دا دير بتين دولة دايا نو عدي عكا سمرني لو حوالك سبرا مكتي حدي انا دير بسوما دي هنو ده ديرين نسيد عنو حاسكي سيقوبي او سوكا تشدالك او اسيقا دبك السواب واها او اسيقا حاسكي سيقوبي ونو شاي سيد علي محكمو دو كور شاي نيكا ديلا اما داية ها حتى او برايرا داية تاتا تارنها قنمو اي مكتد احتاية عدال مهلا ليكرا لكن نيكي واهي سين اصو ساعات جمو تو او متخل لا لا يا محكمو دو لكينا قولي عادو دقين ساكي مقالكا كو شاي مركا وحاد كدب جيروي انا مانتا عالمكي الديوان حن وقالي وجورنالد لو سو قراي سومالي نين حاسكي سو غوبي ومحكمه ان قوالك غير نالي محكمه دي ان قوالك غير عيمانو ديمن عيبتينو ديمن ايشي marka hore caalamka diwaan qaldan ugu jiray haddii sina dadka dubanaan oo gashay inta ka badan waxa sheegay maqaan inta ka badan waxa sheegay maqaan bal kuma tiira igin sawirta in jornaalada bariga dhexe maanta aanan ula falqeynay saas haddii arki jirta falastiin oo laga hadlayo hadda bariga dhexe aanan ula sheekaysanaya in naagtiis gubay oo maxkamadda go'aanka gaarin ay leeyihiin bal idinka dhex baxaya waxa kale leedahay muuqaalkan qaybta kuma tiin wadaag anuu yaa barhe waxa sheegana maqaan sida calool soo daayay oo freedom ah ana idin soo insha Allah sidee ruux eedaysana dambiil ah uu u heli kara saddex abukaate halka gabadhi dibanaha ah marxuumad ahayna uu u doodi kara hal abukaate waa saddex i hal dulmiga dalkeena ka jira waa aafada aan soddon sano adduunka kaga dambeyn sidoo kale wiilkani maalinkii ugu horeeyay maxkamadda la soo saaray hadalkiisa aad u yaraa aamusnaantiisa aad u badnayd laakiin maskaxda ka dambeysa ninkan dhalinyarada ah in dhowr arin oo macquul gal ah bulshada uu ka dhaadhiciyo waa labada nin ninkan basada xiiran iyo ninkan kale odayga ah waayo waa dad khibrad u leh in arimahan oo kale xub badan ay ka siiyaan eedaysanayaasha fiiri every second maxkamadda intay socoto gooni intay ula baxaan maanta dhan waxay u sheegayaan ninkani maskax ka tan weyn la saaray sidoo kalena intuu xabsiga ku jiray waxaan isleeyahay yaa anisiiray cali hiiraan ruwaayadooda loo daaray yaa guriga ka bax aan gubtay guriga oo gubana
هل سمري؟ أبا إسكا لو قرية قرية معك أيا ولا لو قرية حقيقة يالو عرابي يرى كرتون كجرت وإيادة إيه كلمتي وحسوس أهان أو هاس حسوس أهان وإستا صمان أنا أخو غضا لكن لو قرية 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 أبا أتعرفي لأنا أبا شمينة كيس كان أمد الصوماليين أهل أولي بيهين هذا الهلكة أسعودة ميت هلكة أسعودة ميت نعا أسعودة يعني شل هذا الكي لغو هذلي هذا الآن هنا ما أنت جنب كي دراد ميت كي كلا شل لمن ما أهم لايف كي كاميرا ذا وعدين صعوته هذا الكي دراد هذا دقيستي كورن محاك أغبا حكي شل كي دراد كي ما أنت سيسوليهين شل وحاجري أما دراد قبل دا قبنيسي ما أنت قبل ما بقبنين با كورن ما هده لركي يضعونا قبناي لا قبناي قبل أنا بقبنين سيديه عجيب وحاقه والله يفكن الله يابك وكوليه حي دختركي اياه واحد دريميسا انو بقايو وحوليه الله يفكي ايقاد دايا إلا نلوشي سو بقايا اتليست واحد اهيدوا محي إن دورانين كاسي إلا امدان ودان مهمه ان لو سو بندقو محكمة دي انت جوتا دايا طو يكو فلانتا محايا النفس دي سدمانت قادة انين كاسي سيدي اها تب إلهي كبخا ارنتان ميالي كسو عطا انوان اجيد ناي سيدي اها تب إلهي هلا قبخو قبرين نعيد كل مجلسي اجو كلي هذا قريدون خبرك الله سبحانه وتعالى أيد نور استعيدون تا الله كبر. دشلا أن كتاب ودنا ما أنت كتاب كحن ولقي أن نكز درت صدوع عقارة المروان. على وش كي إن أرنت عن أشي قالت دذ وذا داء لو قن عنك رأينا هنتقة تان أنت اسمه هو مخناظ. مركز توان عفين بدنا دتك وان عفين جرنا وان اللي دي الجرا وان اللي عجل لك ولقي أن وحمة أنا قبسم. دت حلو هاي دلك أون ريفن هدي أنا شيء لكن حلو الكود كون دونا إن شاء الله حس شق هدو أوفر صدو أكيد بيني مقال ذك بحيان. وبابورتو ذا أمنك وقاضي أبقى لك ليه وحدة بكره لكن مركا أوفير ستو نين كان فرق أوسمي قبل حامل هذا اللي حدا بلوه ذا أوقبي أنا جو حان قبى كرر هذا سوء عقاب إن لو عقابه سوء عقاب وسيد أوقبي إن لو قبه شرع عذنا ويقبتا وآيات قرآن ويقفك وح أوسمي على أوسمي قبل أن بازين ويد هل نفوا إسق وحبا بكم ما سبع دقيقة وايبو إذا ذا هاي اللي حبلاض حامل والمه ظهر جوعان أوقبي إسق حلال عليه قال له أنا قبل بشي قال هرت تضع علمان هاي ضد معارض مني نب مجلسنه لكن أرنتان ما أنت لول عبد عسيس دقم إلا تولد الإيديوت بشي قال ملك استأجوكتو وحكم إذا سنت إنا ندي قاضا إن كيس هداي ضع عضوبة ما بدي عصب إن دي لقاته لكن نما مثلاً أنا قل نما مثلاً أرنت سواك هذا لنا هذا نواعد يعني نينك كهلا أرمها بن سوشيال ميديا أنا قل نما مثلاً وأن من إيه سواء بقول يعني هلا ذويل كل عكس يعني وكده يعني نشي قاليهن لكن وحنا بضان أي وح قضية أي وح قف الشقة إنك عبد الجوجو يكون مقدس جو وح كسمنا إنه عدالة دمر نكاس الله عقابه أرن نصيب درة وهو مسلسل أولان عد وهذا الكي قدام كعلنا مسلسل واي dad kaan ninkaan markuu dhibaatada geysto oo falka geysto miir iimaano laha faamilkiisu la xariiray inuu gabadhu gubuu sheegay dad xil u haya dalka oo nirin hadda ina sheeg laakin xililkooda ku weyn doonaan insha Allah xasa sheekh haduu u fiirsado ay ka dambe inay magaalada ka bixiyaan oo baabuurtooda amniga ku qaaday magaalada ka bixiyaan isagoo waxba qabin waxa loogu sheekay in arintan ay sheeqaalta dad wadaada lagu qancin karo inay hanti qaataan intaas ma u maqnaado dad culimo ah oo dulmi geysanin caafina badan مركز توان عافين بدنا دتك وانا عافين جرنا وانا اللي دي اللي جرى وانا اللي عجل لك ولي كان وحنا ما ننقبسن لكن ما انت وحنا عدينا يا هدي شلي ان كتاب وذنا ما انت كتابك وحنا ولي كان انك درت صدوع عقارة المروان الجبر يا جوبة تي عنو جدا هذا ان انت سلقو اكيا في عن تاسع انقضى ما انت يا مالين كله ما انت وحنا دين هيا فيديو انا كف العلية عن بعنا يا انت انا اركي لكن فيديو يقدرنا انا ما انت اركي عن لقي رودو انا ان اللي وذا جاي يعني. ان الدنيا ولا جودة تجاي أقرا نقول دم بيسو لكن واحد والبو أو في الكيس أنا رجنو إن فلعلين كسمينو أي واجب نقول تهدانا هذا مسلمة ان فيديو يرو حاركي كسيو الله ونحرسته لول عبد العزيز يعرور تيدا ولبا يجوا أجونا رجال لك سيدي حماد أيو ولا ليس حماد يريسو هل كانك سلامة تمع عن الله أنا سعيد إن شاء الله تعالى waxaan ugu gudbinaa video ninka raga ah ninka raga waa laga yaabaa inuu qaato cad ciirin ah hilib ciirin uu qaato waa laga yaabaa laakiin hadal ciirin ah inuu qaato ninka raga marnaha ka soo libaaxana hayraado aan baa weynaada libaaxa sidiisaba waa libaax libaaxa hayraado haa weynaada sidiisaba waa libaax ragna sidiisaba yaraan ma galo ragana sidiisaba yaraan ma galo nafsi waa madale kolo duudka ka raba cidii u doodeysa maanta انت عدي ودودي سمانتي سيد علي وادم بيلي سيد انا اني امسنا محمد شبيسه هانتي
مركان أركع عروتان إلين تودي أو إنتو دي درين كودي إيدي مدو ده بق مركان فيري عنو قاير كاسدو محكمة دو كل حنا قناعي بل إلى فيري وعو رادينا يا قفك هو يديس دلي أيو رادينا يا محكمة دا أيو ندح تاجين يا قفك هو يديس دلي وحال سيوي دينا يا سؤاله سؤالها سو كمدة ما أركي سي هو يدا قفك دلي هو يدا سيدي اللو دلي هويدا سيدي لو غوباي هويدا سيدي لو عذاباي نيكي هويدا دلي قوكي او وخمو كو غوباي ولاشا مسخولكي لو قباي ايو كو غوباي وحيابا ان معقول اهين عرور ان لا ويدي كيرين اما سؤال ان لا ويدي كيرين علما سيريركا غبدو غوباي ولا 12 جيب هل علو قانغار كوما جيرو وخا لا ويدينيا سؤالو لوغو تلاغلي ان لا ويديو 60 جير اما 50 جير ورمو هذا المسلم مهان ورمو هذا البني آدم مهان ورسوماليا عروتا سرير تأيير الكالة سبحانه بل إلى فيري مرة بعد عنو قبل فيري وعوضتك كده حرالينا نينك دلو يديس نين رق هو يديس لدلي دريك وغادي لها أيام لقربا إن أنقاذنو سوماليوين ميلو البأدوني دا أنك جوغنا لول عبد عسيس وحي كجرتا في الانتجار واتقادين مدو كدو هذا اللباتن عشو إيه كبضن قاف ربك اتق الله إلهي لقى عبصده ور مسلمين ماذا ساس ما استلماميسو ما استينيسو ور لعقوة حمد التضبا وحيد لما بقلو كن باك دي بينا دياسة دع بقلو كن وباي دل وقيم دل لما فيرنا يا عروتا سأبوه ذا بنتين هويدو ذا بنتين ور والس ويدينيا وحادني كعصنا سومالوين وحادني كعصنا ويلكاس ويركاس يركا بل فيري نيك اورادين هاي ور واهو يدين لول انت نين رغي غوي ور هويدا دي لله سدا بخله ور ويركاس لباحو هل ماها لبا ماها لباحو هل نين رغ واي رغا و غانا يا علغان و عيشونا يا و عبنا يا و عيل كان بنا يا مركا علغا يركا هل غرب استاب ور ان ودا تخلو ور ان ودا تغنو غريها ودا فدينا ور حق لغا غلي عورتا ود جيدان بل فيري علغا سيركا انت فيري او راديسيد علي ايو وجيكي سقبناي مركو سو جيستو وو غعنايا فررتو قنينايا وو عير كان بناي وحو رادينا ميل او غعنتو كو دفتو ام حسو كو او سارتو او ساس دهو رادينايا ابتي معان نولو وا وينانيسا نيكان دو لباتن جير اها لها مانتا اما او دحتاجنا لها محكمة دا سؤالها اس لغي ويديناي وحان امسنا نيكان انو اتلاف صلاها كتلاف صلاها جران جران محكمة دا وريقا انو او تقل لها بوسك او تاقيا سيد علي اي قعتي سنة قاري لهت I'm so sorry هذا هو قحو معي عنو قتبر مالي أبود مالي عدكي سميل دير مكارو محكمة دا أبود دي ساء ومدى أبود دو دا لكي قحو قرب استاقوه عبكو عيل بدنا عالف كي قحو ما عبكو عيل بدنا عالف كي قحو ما أبتي معانا نسيل كينات قبتي تلوى إلهي تلدين إلهي وديبتا وحو حايدين قبتوا اللا ديهم وإدين جيدنا لكن أبود مدينة نقا وحايدين كمقبن يا أبود لبانت Soomaali deganaasha amniga dhaqaale iyo siyaasadeed ba Allah siiyo in qulubtada Allah isku duma Allah walaalay Allah mideeyo maxay yare maanta waddankeena Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed waxay u dhuratay adhalim wa madlum kuwa xulmiya oo faajir ah oo xad gudbay oo Allah iyo Rasuulkiisa ka furtay imid madlum ah oo lagu kordhinto oo lagu tuujiyo oo la dilo oo la dhaco oo la kufsado oo la barakiciyo marka sida daraadad kuwa madlumiinta amar walba waxaan ku aaninayaa in ay gacmaha kor u horsana maxay leey ducaa al madlum mustajaba talsooni ayaa taasta la yansurannaka walaw ba'da al hin attaqu dhulma waxa uu badan ayaa taasta qad dhulma dhulumaatu yawm al qiyama wax badan oo balan qaada haysta madlumo وحبذنا بلنقاذا يستلم كمر والبأذيقا آذن إسكال إعنكرين قعما كور أهورسو قالق السماوات والأرض أدر فرين تاذا عدك لها أدعوونين قبيل بحمكاغ قوانايو قرن وحمكاغ قوانايو دولد وحمكاغ قوانيسو عد وحكاغ قوانيس ملي إلا قالق السماوات والأرض وقالق الكون كلها أيا وحكاغ قوانايو مركز سيدا درادت ولا لها دمان مظلومين تاه waxaan rabaa in aan faro in ay gacmaha kor u haad oo horsadaan oo Rabbi ay u taagtaan marka musalsalkii bariyaan ka socday magaalada Muqdisho gaar ahaan ku saabsanaa in maxkamadii Sayid Cali oo sida fiican u jilayay ninka la yiraahdo Abukaata Xalane
ayaan rabnaa beentii haddana la soo dhoobay iyo wixii isku soo dubriday wax yar inaan ka daawano ka bacdina wixii aan ka dhigi karno aan ka dhaana hadii allah awooda la yiraahdo waxaan arkay iyadoo gubanayso oo maxay dadkii wada haysto dharkii dhan dadka wada haysto marka waad dareemi kartaa qof gubanaya marka marka ugu horeysa marka sidaa ugu midami karo falankeedaan galay waana ku guftay laftarkay waana ka dami aakhirkii dab marka ayada ah qolka dhexdiisa dabka saarnay ama dabka ka muuqday intuu la ekaay qolka uu gubanayay ilaa kor dabka xoogaa waa gaaray maxay ahayd alaabtadana way gubanaysa maxaa xigay markii aad la kulantay ayuu gubanayso maxaa xigay waxaa xigay intii karaankayga aan awoodo inaan dabkii ka damiyo gacanta la galo dharkii gubanaya ka siibo maxay ahayd soo wado banaanka keeno kadibna maxay ahayd ilmihii soo bixiyo banaanka aan keeno kadibna maxay ahayd dad dirida aan ka furay meesha soo istaagay layiri dar maxay xijaab usoo geli oo orday xijaab aan usoo geliyay intaa waxay ka dambeeyey waxaan la kulmay hanjabaado oo maxay ahayd dad oo i hanjabaya waa lagu dilayaa waa ku dilaynaa wax saasa la kulmaayo marka meesha igu dambeysay baan beenaale 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 ilaaha been u sheegtay waxaa la yidhi markii waraabaha uu xaakim noqdo ariga gar miyuu helayaa ama xaqiisa ma helayaa kii wax guway ee dilay ee kas iyo maag u sameeyey ee batroolka soo gatay ayaa misna la leeyahay maxaa suubisay maxay ahayd waa mujrimka kale ee xalane la dhaho waa u jeediyeen asagana daalim weynaadeen waaye waa dareemi karteen yacni in aada lix caruura badbaadisay iyo hooyadood abukaate su-aashaasi maxkamaddu kuuma ogola si waafaqsan qodobka 191 ee xeerka habka ciqaabta sababtoo ah waa su-aal afgelis ed oo jawaabta eedasan uu bixinaya afkaad u gelisay sidaas darteed ka gudub maxkamadduna ma qorayso su-aashaasi si kale hadaa u weydiisanaysid u weydiiso ma istiray adiga markii aad ka tagtay ee aad gaarigaada qaadatay ee aad ka leexatay gurmudkii aad samaynaysay ma istiray masuu ku fakirtay in aad qabatay gurmad samatabixin ah su-aalaha afgeliska ah abukaate sir waa kaa reeban tahay si waafaqsan qodobka 191 ee xeerka habka ciqaabta su-aalaha aad weydiinaysid waa su-aalo furan oo caadi ah oo isagu xugtu lagu bixin karo su-aalaha afgeliska ah laguma ogolo maadaama aad su-aalaha tooska ah weydiinaysid eedana sid cali abukaate soo bixinta caruurta laga soo saaray qolka markaad ugu gelaysay qolka cid soo jeeday miyaa ku jirtay caruurta ma ku jirin caruurta soo jeeday waayo habeenka beri sabdiyo kale markay tahay waxbarashay leeyihiin salaada cushaba waa la jiifiyay caruurta waxaan filaa maalintaasi inay ahayd maalin sabti ah waaga hadduu beryi lahaa diyaarna ay u ahaayeen in shaqooyinkeeda ay qabsadaan adiga iyo lun waa dareemaysaa in uu u toottoosinaayo hadalka xalane oo isagoo cimrigiisii inta ugu hartay alla subxaanahu watacaala uu garanaayo una bareeray in uu la dagaalamo allah iyo rasuulkiisa maxaa yeelay ina nafsa binafsi alla subxaanahu watacaala aayad qur'aana ayuu ku leeyahay qofkii aayad qur'aan beeniyana waa ogtiin xukunkiisa maxaa yeelay wuxuu qiil iyo difaac u raadinayaa daalimkaas mujrimka ah ee sida naxariis darada ah u gubay xaaskiisa oo weliba caruur isagoo nikaaxiisa ku calool galay
ay ku siday caloosha arxan darada inta la aqbal fiiray yani waxaad arkaysaa in Soomaaliya markan kulay dhalim iyo madroom ayay u dhuratay dadka in la qariib sidaan laga war dhalim iyo madroom ay u dhulatay culumada ka aamusan xaqa dhalimiina noqonayeen maxay la xaq inay ka dhawaajiyaan waay dadkan dad xarga goostay waay Soomaaliya way xarga goosatay maxay la ninkan Soomaali waxay tiraahdaa xiniyaha kan kugu yaal ma kan ka dambeey waay ninka markuu gabadhaan patroolka u soo gadanayo ee uu guwayay ee waliba uu ku celcelinayo markuu gubay ka bacdi ilaa uu gacanta ka gubto yaani wuxuu ogaa dhalimiin kale uu isagu ku abtirsado in ay jiraan oo ayaga difaacaya oo dulumkiisa ku difaacaya ayuu ku fadhiyay oo ku jiifay soo kacay waa kana daliil adna waa haysatiin ninka la yiraahdo abukaata xalane waxa uu sameynayo ayaa idinku filan sabaxad garateen ma marka ninkan kas imaago u sameeyay badiyo xanuunsan oo haddii alle ma kulayn uur leh oo istimaa oo wahnun ala subxa kulayay culays la kor saaray aajis ayuu wuxuu ku sameeyay in uu ku celceliyo dabki ayuu ku celceliyay marka sidaa daraadeed waxaan ka muuqato oo cad oo macnaha marmarsiyo lahayn in uu ninkan dhaal waxaan u sameeyay waxa loo basata dheereenayo oo maxkamadda marba dhan loogu rogaayo oo mar la leeyahay faanka la qaatay oo leetii salaasaaneed oo leetii inta ka baxday wax kale ma ah ee waxaa la quusiinayaa dadkii madluumiinta ahaa guud ahaan gaar ahaana qoyska walaasheen Luul Cabdilcasiis raximahullahu tacaala ayaa la quusiinayaa aabeed iyo ehelkeeda la quusiinayaa maxaa yeelay inay dadka gubaan way barteen axmed dowle ayuu ahaa inta dileen ay gubeen ayaa ilaa laga qaban la'yahay marka dadkan way baran yihiin in ay dadka ceel ku ridaan in ay macnaha gurigiisa ugu soo duulaan ayagoo dowladda ay dilaan ninka la dhahay Sayid Cali oo sarkaalka ahaa oo darad la dilayay maxaa lagu dilay Sayid Cali Sayid Cali waddankiisa u shaqaynayay gurigiisa isku joogay dad ciidamada dowladda ah la leeyahay oo qaar ahaana nisa ku hubeysan ayaa u yimid oo macnaha dilay haye abuukar muxuu haleeyay ganacsadu ahaa maal adduunya lagu dilay waa la dulmiyey ceela lagu dhex ridi lahaa marka sheekadan sheeke ee baran yihiin waaye dadkan marka waxaan u sheegayaa asxaabal cuquduuda adduunka soo martay nabruuda soo maray fircoona soo maray adeer wax aad samayn kartiin ma laha dadka madluumiinta oo idinkan waxaa idin leeyahay rabbi cid idinka xigta ma lehe gacmaha u horsada haween walba sagaal isgaashkiisa isbedaarka ee ku barya si kuwaan alle cudur aan ummadda qabin ilaahay ugu rido cudurkii abiilahab dilay iyo kubag la mid ah ilaahay inuu ku rido korka gogo oo rabbi u barya subxaanahu wa tacaala haddiise aamusid.